أهلا بكم من جديد أستاذ عمر الفرحان. يعني ماذا هذا التباطؤ المستمر من قبل الحكومة بإعادة إعمار المناطق المدمرة؟ نعم، ذكرنا قبل قليل أنه هو في اتجاهين، الاتجاه الأول التحالفات المشبوهة، والاتجاه الثاني يكمن في نفس التشريعات وغموضها فيما يتعلق بمرحلة ما بعد النزاعات المسلحة الداخلية. وهناك تقصير وأهمال متعمد من قبل الحكومة لهذه المناطق، لا سيما أنها من مكون معروف وذات تركيبة سكانية كبيرة. هذه الحكومة تتعمد بشكل أو بآخر بأن تقوم بالضغط أو بالإهمال المتعمد لهذه الشرائح المتعددة في هذه المناطق، بغية أن تقوم هذه باستفزازها وابتزازها بطريقة أو ما، حتى تتمكن من فرض هيمنتها من قبل الميليشيات والأجهزة الأمنية في هذه المحافظة، فضلا عن نقص الخدمات وبناء البنى التحتية وغيرها من الخدمات الضرورية والأساسية. كما بينا في لقاءات سابقة أن هذه المدينة تعاني الكثير من الإهمال المتعمد، لا سيما أن هناك 3 مستشفيات من 19 مستشفى في المحافظة، والقطاعات الصحية الأخرى شبه معدومة، وفضلا عن قطاع الغذاء والإمدادات الضرورية لهذه المحافظة، وكذلك المدارس وغيرها من البنى التي ممكن تخدمه بشكل بآخر هذه المدينة فضلا عن المدنيين فيها. يعني أستاذ عمر، يعني من الواقع الذي تعيشه المحافظات المدمرة، يعني يبدو أن هناك تعمد واضح لمنع عودة النازحين إلى مناطقهم. هل هناك برأيك لاستمرار هذه الأزمة جذور أو دوافع سياسية بغية عدم عودة النازحين إلى ديارهم بعد هذه الفترة الطويلة من استعادة السيطرة على المدن؟ نعم، هو المحور الأساسي في هذه القضية هو المحور السياسي، حيث التصارعات السياسية والتجاذبات الدولية والإقليمية لهذه الأحزاب السياسية الحاكمة في سواء في محافظة نينوى أو في بغداد، كلها هي تتجاذب وتتعارك مع بعضها من أجل أن تخدم المشروع الكبير في المنطقة، وهو الذي يبدي بتفكيك هذه المدن وبتفكيك المجتمعات وبخلق الأزمات وفرض الأتوات وغيرها من هذه المقارنات التي نراها في كل فترة من الفترات التي تظهر فيها عجز الحكومة عن استيعاب هذه الأزمات وحلها بالطرق السلمية والصحيحة، وأنها هذه الحكومات تتعمد بخلق هذه الأزمات وأنها تهمل هذه الفترات من الصراعات المسلحة حتى تقوم بتنفيذ هذه الأجهزة، والمنفذون الأصليون لهذه هم الأجهزة الأمنية بقيادة الأحزاب الحاكمة في المنطقة الخضراء وفي الأحزاب الحاكمة. يعني دائما أستاذ عمر، يعني دائما ما يكون السؤال لماذا الحكومة لا تعيد النازحين إلى مناطقهم أو المشاكل التي تقف أمام عودة النازحين، لكن ما هي الحلول التي يستطيع بها النازحون العودة إلى مناطقهم أو فعلها من أجل عودتهم؟ أم أن حياة المخيم بقت يعني هي الحياة التي يجب أن يعيشونها وربما الانتشار في مناطق أخرى؟ لا توجد هناك حلول، أو الحكومة لا ترى أن هناك حلا لهذه الأزمة، لأنها هي تقتات على هذه الأزمات، لأن الحكومة هي من تدير هذه الأزمات، لأن الحكومة هي من تخلق هذه الأزمات، وبالتالي فإن الحل الأول والأخير هو بيد الحكومة، والحكومة لا تريد هذه الحل لصب الزيت على النار حتى أنها تستفاد أكثر من هذه الأزمات، حتى أنهم أصبحوا تجار الحروب وتجار النزاعات المسلحة هم الأحزاب الحاكمة والحكومة الحالية في المنطقة الخضراء وكذلك في المجالس المحلية في هذه المناطق، وحتى المنظمات الدولية لم تقم بواجبها القانوني وواجبها الإنساني في حل هذه القضايا من قضية العودة الآمنة، فإنها إلى الآن لم تقم بالتوعية اللازمة لحل هذه أزمة النزوح الداخلي في هذه المناطق، وأنها لم تضغط على حكومة بغداد حتى تكون هناك حلول ناجحة بمساعدة المجتمع الدولي
في الضغط مباشرة على هذه الحكومة لتنفيذ خطتها السنوية وتنفيذ خطتها العاجلة بإنقاذ وحماية النازحين من هذه الأزمات المتكررة التي تفتعلها الحكومة. وهذا بمجمله سواء الطرف الحكومي أو الطرف الدولي فإنه يفتقر إلى المصداقية والشفافية في التعامل مع هذه القضايا الأساسية، وإن جميع ما حدث إنما هو حدث بطريقة عشوائية وبطريقة متعمدة، والخاسر فيها هو المواطن العراقي. الأستاذ عمر الفرحان، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.